كلنا نعرفه ملك الإحساس وائل جسار، لكن احنا باش نزيدو نعرفو عليه تفاصيل أكثر حضرنا لك بروفايل على طريقتنا. شوفوا مع بعض. صوته هو اللي مش غريب علينا، إحساسه وصلنا من غير حواجز، لقبوه ملك الإحساس. اسمه الكامل وائل عبد الحكيم جسار، من مواليد 22 نوفمبر بالتحديد في منطقة البقاع. هو الصغير في عائلة تتألف من 5 أولاد و3 بنات. دا يغني في عمر صغير، وأول ظهور ليه كان في برنامج المواهب الحروف تغني. برشا شبهوا صوته وقتها بصوت سلطان الطرب جورج وسوف. بعد دا كله يسيبني أتصوركش غدر في يوم. وائل جسار تعرف الوقت ذاك بالطفل المعجزة. من الصغرى وائل بدا يغني لعمالقة الفن أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ. يا رميني سحر عنك لتني ما تقول واخدني ورايا. ماشي عنوان أول ألبومات وائل. الألبوم هذا ولادة حقيقية لنجم عربي. ماشي والدنيا ماشية والحب سابقني ليه. في الفترة ذيك الجمهور زاد حبه كي غنى وأبدع في الليالي وأراضيكي. أراضيكي أراضيكي لو أعرف أراضيكي 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 لو أعرف أراضيكي. نجمنا قرر يكمل مشوار الشهرة وأطلق أغنية الدنيا علمتني اللي احتلت المراتب الأولى طيلة فترة كبيرة في أغلب القنوات العربية. وائل ملك الإحساس في أغانيه وإمبراطور الإحساس في حياته الشخصية. تزوج في 12 نوفمبر 2005 بعد قصة حب استمرت 7 سنين من ميري مقدسي اللي تعرف عليها في عيد الحب. ونزيدكم معلومة أخرى على لسان وائل. أنا خطة خطيفة، يعني يمكن العالم كله عارف بهذا الموضوع. والله خطة خطيفة لمدامتي. علاقة الحب أثمرت ماريلين وائل جونيور. لأنك ابني لأنك بد الدنيا تحكي عنا. ماريلين ذكر فناننا ببداياته. كبرت البنوت كبرت ست الكل. البنوتة تعزف بيانو وتغني زادة. لكن هذه نصيحة بوها ليها. أهم شيء تركز بنتي هلأ بالدرس، هيدا هو سلاحها. كنت حبوا تتعرفوا أكثر على شخصية النجم وائل جسار. هو بنفسه يحكي لنا على طبعه. عندي شخصية واحدة، الشخصية المرحة والشخصية الهادية والشخصية الخجولة. صاحب البيبي فيس رغم هدوءه ورومانسيته إلا أنه عصبي برشا. كنت نقول بالسيارة وعصبت بشبق إيدي دغري بالإزاز. وائل مختلف عن الفنانين الأخرين بيتوتي. ونزيدكم معلومة أخرى. مفروض الفنان ينام كتير حقيقة أنا ما بنام. الشخصية الطيبة الحنونة الحساسة الانطوائية مغروم بحاجة مهيش باش تجي على بالكم. كتير بحب الرعب، يعني بروح بشتري 5-6 أفلام. وائل ما يأمنش برشا بالصداقة. 3 شغلات يمكن أني ما قالوا موجود صار بالدنيا. شون؟ الغول والعنقاء والخل الوفي. لكن هذا ما يمنعش اللي هو ما يستغناش على صديقته كيلي. وائل جسار غنى فأقنع في أهم المهرجانات العربية، قرطاج، جرش، موازين. غنى تترات المسلسلات وكل الأشكال، الوطني والرومانسي والديني. ويحضر عنده مدة في ألبوم جديد للأطفال. استطاع أن يحصل على عدة جوائز وتكريمات. النجم وائل جسار أثبت اللي النجاح ما يجيش بالصدفة، النجاح نتاج طبيعي للعمل والجهد والصبر.